سهيل وتكملة اللي كلامك يملك لاعبين على اعلى على اعلى مستوى صراحة يعني المباريات اللي شفناها للفريق الفريق يوكوهاما يملك ادوات ممكن تقلب اي مباراة يملك الاجانب او كان سواء كان لاعبين المنتخب على اعلى مستوى لكن انا امانة هذا الموضوع رجعني شوي الى مباراة الهلال ما في شك ان ادارة العين تملك الخبرة الكافية لتحضير الفريق لكن انت اليوم فايز على النصر وفايز على الهلال صحيح ان اشعر اللاعبين او يشعر الناس والجمهور بالشبع او برغبه او بنشوه الانتصار الكبير اللي صار لكن عجبتني عجبني بشكل كبير تحضير الفريق في مباراه الهلال لما تروح بهذه الاجواء المشحونه وبكل ما حدث سواء كان في مباراه الذهاب او الاياب وخصوصا الاياب وما حدث فيها ومن مواعيد او توعد او جمهور ينتظرك وسوشيال ميديا واعلام ويدخل مرماك هدف في اول دقائق الا ان تحضير الفريق بان على اللاعبين ان اللاعبين كانوا ثابتين طول المباراه ما كان في استعجال ما كان في اي ربكه حصلت للفريق فبالتالي من الخبره لدى الاداره الكافيه ان شاء الله ان تحضر الفريق بشكل جيد وهذا لا يعني أن الخوف والقلق موجود من نشوة الانتصارين تظل موجودة والكل أمانة بما فيهم ليس فقط العيناوية أن اليوم شعروا الناس بأن بوادر البطولة أو بيّنت البطولة أنها ذاهبة إلى العين وهذا الارتياح هو ما جعل الفرق خصوصا الهلال من جزء مهم أنه يخسر المباراة بسبب الارتياح الزايد على اللزوم وتصريحات اللاعبين نحن عشان إيه؟ شيء اقول احنا, إيه فقط إحنا